وزارة التربية والتعليم قامت بإيقاف التعاقد الخارجي بشكل تام. لم يعد هناك تعاقد خارجي في وزارة التربية والتعليم، ولن نلجأ إلى التعاقد الخارجي لإيمان راسخ لدينا ولدى الوزارة وجميع مسؤوليها بأن المعلم البحريني هو المعلم الأنسب وهو الكفاءة الأفضل في مدارسنا الحكومية، ولا نقاش في هذا الموضوع. ونحن مستمرون حتى العقود القائمة حاليا في التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة، بمعنى التي عليها ضغط والتخصصات التي يوجد فيها مساحة، يتم مراجعة العقود بشكل مستمر، وننظر حتى إلى تقييم الأداء الوظيفي. مؤخرا أنهينا مجموعة من العقود لموظفين لم يكن تقييم أدائهم الوظيفي ملائم، فتم إنهاء عقودهم واستبدالهم بموظفين بحرينيين بشكل مباشر. بمعنى آخر، أن استمرار وزارة التربية والتعليم في هذا النهج يعني البحرنة الكاملة خلال المرحلة القادمة، وسوف أتحدث عن ذلك سعادة رئيس الجلسة.